السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل في جي، حصة جديدة من حصص التاريخ للسنة الأولى متوسط. تحضير وتلخيص دراسة الأعذار القديمة سنة أولى متوسط. تعريف التاريخ هو علم يهتم بالجيل ووصفه وتحليل الأحداث المحيطة بالناس. تعريف التاريخ هو تدوين الأحداث وتزمين المخالفات الأثرية باستخدام وسائل التقنية والتقنيات الحديثة. تعريف الأعذار يقول الأشياء التي خلفها الإنسان في الماضي، فهي انعكاس لحياته ومظهر لحضارته. أنواع الأعذار: الأدوات ذات الاستخدام اليومي، وهي مصنوعة من الحجارة والعظام العاجية الخشب إلى آخر ذلك. النقوش والرسومات، وهي تعبير عن تفكيره ونمط معيشته. وهكذا أعزائي التلاميذ، نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأعلى تنصبوا على شاشة القناة في غداء يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.